زميلنا محمد فرحات بعتقد دخل على المدرسة ودخل على الصف دقايق بدنا نتابع معه شو صار. محمد يعطيك العافية، نحن عم نتابعك من لحظة حصول هذه الحادثة الأليمة. تفضل محمد. صحيح جوزيفين، تحية لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. نحن بالفعل دخلنا إلى الصف الذي حدثت فيه هذه الفاجعة صباح هذا اليوم هنا في إحدى المدارس في جبل محسن. أول شيء بدي أعتذر من جميع المشاهدين على المشهد الذي سنعرضه بعد قليل، مشهد الدماء تحديدا. سنشرح بالتفصيل ماذا حدث، وذلك بعد زيارة المدير العام للتربية، أيضا مدير المنطقة التربوية هنا في طرابلس، والنائب فراس السلوم وغيره أيضا من الشخصيات السياسية والمسؤولة عن هذا الموضوع. دخلنا نحن إلى هذا الصف وأصبحت الرواية واضحة بشأن الموضوع الذي حدث اليوم هنا بالتحديد في هذه النقطة، حيث بقعة الدماء التي نراها الآن كانت تجلس الضحية ماجي محمود، والتي فارقت الحياة مباشرة عند سقوط هذا خلينا نقول الجسر البطون الذي كان يتواجد في أعلى السقف. فالمحاول الصورة إلى أعلى السقف، هذه الغرفة وهذا الصف بالتحديد كان بالفترة كان بالبداية عبارة عن غرفتين، ولكن تم هدم الحاجز بين الغرفتين وجعله وتم جعله صفا واحدا. تم دهن هذا العمود الحديدي أو هذا العمود البطون الذي كنا نراه الآن ليتناسب مع لون السقف الموجود في الأعلى. يمكن القول جوزيفين أن العناية الإلهية سأت وكانت السبب الرئيس في عدم وقوع مجزرة كبيرة وسقوط عدد أكبر من الضحايا، رغم أن سقوط الفتاة ماجي محمود هو بالطبع مجزرة، ولكن كان من المرجح أن يرتفع هذا العدد لولا سقوط أجزاء صغيرة من البطون في البداية. الأمر الذي لاحظه الطلاب عند وقوع أو قبل وقوع الجسر الأساسي بعد وقوع أو سقوط هذه الأجزاء الصغيرة التي يمكن أن نراها بكاميرا الزميل سلام يونس، سقطت هذه الأجزاء الصغيرة، ملابس الطلاب أن تركوا كل شيء وحاولوا أن يبتعدوا. أحد الطلاب بدأ أو تخبى وحاول حماية نفسه تحت الطاولات الموجودة هنا، ولكن لم تقدر ماجي محمود أن تترك مقعدها وسقط مباشرة العمود الإسمنتي أو العمود البطون على رأسها مباشرة، وتحديدا عند هذا الجزء تحديدا ضرب رأسها من ميلة اليمين، وبالتالي فارقت مباشرة الحياة. هناك أيضا زميلتها شذا التي تلقت حجر في ظهرها ما أدى إلى إصابتها بكسور كبيرة في ظهرها، وسرعان ما تم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والصور، وحتى أنها تنتظر الآن في مستشفى أنيني لإجراء عمليات جراحية. بحسب المشهد هنا كل الطلاب تركوا كل ممتلكاتهم، الكتب، الشنط، القرطاسية التي يمتلكونها، وذهبوا وتركوا كل شيء. يعني نرى بشكل واضح الأقلام، الكتب، يعني كانت حصة تربية، واضح أنها كانت حصة تربية وتنشئة مدنية، كتب التربية كلها مفتوحة وموجودة. الدماء تغطي هنا هذه المنطقة بالتحديد وتغطي كل المساحة التي تنطلق من هنا وتصل إلى المدخل الخلفي لهذه المدرسة، حيث قام أحد العمال في هذه المدرسة بنقل جثة ماجي، وساعدوا أيضا شذا على الدخول مباشرة إلى سيارة أحد الأساتذة الذين كانوا يتواجدون هنا. أيضا كنا رأينا عدد من الطلاب الذين ساهموا أيضا في عمليات إخراج الجثة أو حتى المصابة من المدرسة، وذلك بسبب الخوف وحالة الهلع الكبيرة التي أصابت العدد الآخر من الطلاب الذين لم يحركوا ساكنا ولم يستطيعوا أن يتحركوا بفعل الصدمة التي رافقتهم في تلك اللحظة. إذن جوزيفين ما بعرف إذا توضح المشهد، هذا الجسر وقع مباشرة على الطلاب، وقع نعم. أثناء حصة تعليمية اعتيادية في هذه المدرسة، وقع وأدى إلى مقتل وإلى انتهاء حياة إحدى الطالبات التي تبلغ من العمر 15 عاما. ولم خلينا نقول ما تذكرنا موضوع العناية الإلهية، هذا الجزء تحديدا من الجسر الذي وقع، لو بالفعل
تمكن أو وقع أو سقط على التلامذة، يعني هذا وزنه تقريبا يرتفع يعني أكثر من 500 كيلو وزنه، لم يقدر أي من الأشخاص حتى الآن على إزالته من هنا، ولكن لحسن الحظ أنه وقع على الجزء الأخير من الطاولة، وهذه الطالبة التي كانت هنا كانت قد غادرت قبل أن يسقط مباشرة. أيضا نرى LCD، نرى الشرائط الكهربائية الممتدة هون، كانت موجودة هون. إذن على هذه الكرسي، على هذه الكرسي بالتحديد كانت تجلس شذا التي تعرضت لكسور في ظهرها وهي الآن موجودة في المستشفى، ولكن يعني المصيبة الأساسية والفاجعة الأساسية هي ما وقع هنا في هذه النقطة بالتحديد، وتحديدا في المكان الذي تجلس فيه ماجي على هذه الكرسي. سلام، هذه الكرسي تحديدا هي التي كانت تجلس عليها ماجي في وسط هذه الغرفة، فسقط نعم الجدار الاسمنتي مباشرة عليها، وما لبثت أن فرقت الحياة مباشرة. هذه هي الكرسي بالتحديد، أنت كنت موجود، أنت اللي نقلت الجثة وأنت كنت موجودة هون. خلينا أسمع منك. أنا شلت الحجر عن الروسة وشلت عن الكرسي وسحبتها لبرا. كانت هي فرقت فيها نبط، كان فيها نبط، نبط بالسيارة آخر شيء شدت عيد الشاب ومعت بقى وشذا كمان نقلتها، كمان نقل الشاب ساعدناه وحطيناه بالسيارة، نقلنا اثنين بالسيارة واحدة. الطلاب اللي كانوا كلهم موجودين هون كان كله رجعوا لورا، كله رجع لورا، يعني المنظر شنيع كتير. انت شفته لهذا، انت اليوم يعني تشتغل بهيدا المدرسة وموجود ونحن عارفينه انه هذا اساسا جسر ما حجر، ليك كيف عاملينه مع احلاهم، الله ما يوفقهم، عاملينه بيتون مليسينه ودهنينه على لون السقف، يعني نحن لا الاداره ولا شيء رح يعرفوا انه هذا هيك، واجوا مهندسينه وما حدا عرف. جوزيفين، هذا المشهد من هنا. خلينا أشير كمان أيضا عند الساعة 4:30 يصل رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير مكلفا من الرئيس نجيب ميقاتي بالوصول إلى هذه المدرسة والاطلاع على هذه الحادثة التي حدثت قبل قليل. أيضا كانت هناك مشاركة رسمية في عملية أو في مراسم التشيع التي حدثت منذ قليل، شارك النائب فراس السلوم، النائب ملحم خلف كان له موقف واضح جدا وصارم بأن من يتحمل المسؤولية لليوم في حكومة تصريف الأعمال وتحديدا وزير التربية يجب عليه أن يتحمل مسؤولية ما حدث أو أن يتوقف عن تصريف الأعمال ويسلم مهمة إلى شخصية أخرى. هي فاجعة جديدة تضرب الشمال، تضرب طرابلس، تضرب جبل محسن، حالة كبيرة من الحزن والألم تلف أرجاء هذه المدينة. نعم محمد، وأكيد سنكون مع تفاصيل أكثر خلال تقرير مفصل في النشرة المسائية. جزيلا شكرا لك محمد فرحات على يعني هذه الرسالة. فاجعة صراحة.